تحسن ملحوظ شهدته حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي عام 2016 إن على مستوى القادمين أو المغادرين. فرق بين سنة 15 سنة 16 عندنا تقريبا 7.6% يعني 7.6%. السنة الماضية اجينا 3,250,000 راكب، السنة اجينا 3,500,000، 3,500,000. فمنذ بداية العام 2015 حتى الثامن من كانون الأول استقبل لبنان 3,250,000 مسافر مقارنة ب 3,500,000 مسافر في نفس الفترة من العام 2016، بينما غادر من لبنان 3,450,000 مسافر مقارنة ب 3,580,000 مسافر عام 2016. هلا بالترانزيت في عنا فرق كتير، لأنه السنة الماضية كان في عنا 37,000 ترانزيت، السنة هيدي 4,500 بس. ليه؟ لأنه السنة الماضية كلهم كانوا يجوا من سوريا على طريق البر ويروحوا على تركيا، يعني يقعدوا، هيدي بنعتبرها ترانزيت كمان، أربع مرات أضعاف كانت السنة الماضية عن السنة. هلا التوتال كله سوا بما يخص الركاب، عندنا السنة الماضية كان 6,737,000، السنة عندنا 7,088,000 خلال هالفترة هيدي. وحسب رئيس الأبحاث والدراسات الاقتصادية في طيران المدني أنطوان فرح في حديث لتلفزيون مستقبل، فإن حركة الشحن عبر مطار رفيق الحريري الدولي سجلت تراجعاً عن العام الماضي لناحية الاستيراد 4% و16% لناحية التصدير. وفيما يتعلق بالدول التي سجلت أكبر حركة سفر مع لبنان، دولة الإمارات بروح على الفار إيست مثلاً، ركاب أستراليا كلهم ما بيروحوا، بروح على دبي أو أبو ظبي، برجعوا من هناك بروحوا على أستراليا، على الصين، على اليابان، كلهم بدهم يمرقوا بالإمارات. مشان هيك أكبر حركة أو تعامل نحن ودولة الإمارات، يعني الحركة بيننا وبينهم. بعد الإمارات بيجي تركيا كمان، وبعد تركيا في عنا السعودية. كانوا عم بيقولوا إنه السعوديين ما بقى عم بيجوا، لا، أنا تالي الدولة طلعت السعودية السنة كحركة بيننا وبين السعوديين، وعدي عنا العراق وبيرجع تجي فرنسا. وحسب فرح، فإن الصدمة الإيجابية التي نتجت عن انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس الحريري بتأليف الحكومة أدت إلى زيادة حركة الركاب بنسبة 18%، أي قفزت من 229,000 مسافر في تشرين الثاني 2015 إلى 270,000 مسافر في تشرين الثاني 2016. والتوقعات الآن إيجابية جدا بالنسبة لحركة السفر في موسم الأعياد والتزلج، حيث من المتوقع تحسن حركة المسافرين بما لا يقل عن 25% في شهر ديسمبر كانون الأول الجاري.